صلاح. اه طبعا طبعا، يعني حاجه يعني حاجه بصراحه بتاعت ليفربول. يعني يمكن بتوع اتكلمنا كتير ليفربول ان صح. صلاح ما بيأديش زي ليفربول، ما بيعملش، انما الهدف ده فكرنا باهدافه في ليفربول. خدت بالك من امام عاشور في الجول ده من بدايه الهجمه لنهايتها؟ طبعا يعني برضو وفر لك، سهل المهمه بشكل او باخر اكيد على محمد صلاح. هو اللي بقى، هو اللي بصى الكره اولا لمروان عطيه، اللي مظبوط بصاها لصلاح. مظبوط امام قعد يتدرج لحد ما خد مساحه تمرير محتمله لصلاح، تمام، فخد برضو خد مدافعين معاه. بالظبط، خد فصلاح العين يعني بالظبط. برضو عجبني ان دور امام ومروان في الجول كان كبير قوي يعني. كلام مظبوط 100%. ودي الحاجات حتى اللي بنحاول نعلمها للولاد الصغيرين، يعني ان مش شرط ان انا اخد الكوره عشان اخلق في خلق مساحه بدون بالتحرك نفسه. بالظبط، مش لازم ابقى شاركت في بالظبط الكوره صح. بالظبط، لان باخد عين مثلا مدافع او باخد عين اتنين، ولكن برضو محمد صلاح فينش عظيم يعني عظيم. حتى لو ما قدرش يعدي صح هتبقى حاجه عاديه جدا، صح انما عدى وركز وده خرم ابره اتفتح. ايوه. لا وبعدين الكره رايحه موجهه في ارض، يعني مش ملعب مثلا مستقيم او حاجه، لا الكره رايحه موجهه بقوه وبسلاسه كده في بصراحة المرمى، فاهم؟ ما بصراحة شاء الله قيمة يعني، كبيرة جدا، جول حلو قوي. وكان الكلام هيختلف تماما بصرف النظر عن تعادل بوركينا وسيراليون. ان انت تتغلب مباراة زي دي كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا، سواء لينا كلنا او للجهاز الفني بالذات. او للجهاز الفني طبعا بالذات، ناس مستعجله شويه على الجهاز الفني ده مش موضوع مستعجلة. احنا لو في يعني، اقصد انه الناتج بيظهر لك امتى في العادي من منتخب حصل توقف بالظبط كده لو هتجمع الايام يعني 20 يوم خلي بالك، بمجموع التوقفين الدوليين مدربين المنتخبات او 25 يوم؟ مفيش صبر عليهم، دايما محطوطين تحت ضغط كبير جدا لاسباب كتيره جدا. لا قدر الله عدم التاهل، لا قدر الله الخروج من بطوله، دايما مباريات صح. المنتخب حاسمه. فده اللي بيخليك ان يعني مفيش صبر. يعني انت ممكن مدرب النادي بيبقى عنده مثلا 36 مباراه ومو فيها تعادل وفيها فوز وفيها تقدر تصبر عليه، انما مدرب المنتخبات وخصوصا الحاجات يعني دي يمكن مجموعه الحاجات اللي فيها النوك اوت دي بتبقى مشكله كبيره صح. جدا. يعني أنا بصراحة أكثر ما يقلقني على الكابتن حسام حسن هو تصريحاته. بالظبط، يعني الحمد لله بدات بيها وانا قلت أنت لك بدأت الكلام ده، فأنا يعني أنا هنا بتفق معاك يعني، بالظبط. لأنه يعني فكرة التركيز مع الناس المنتقدة دي نقطة. ثانيًا يعني أنا بحس بس إن الوضوح أحيانًا بيحل مشاكل كتير، وهقف عند النقطة دي على مستوى اتفضل. مصطفى فتحي وناصر ماهر في النهاية، لكن تمام بعد ما نشوف تصريحات الكابتن حسام حسن تمام بعد نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديدًا أون تايم سبورتس بعد المباراة. قال المدير الفني شهادة لمنتخبنا غريبة شوية. الوطني، غريبة شوية؟ أنت شفتها؟ شفتها طبعا. طب يلا نشوفها مع بعض ونشوف هل هي غريبة ولا لأ. التراجع طبيعي، فأنت تواجه منتخبًا له حظوظ للعب في كأس العالم ولديه محترفون، أنت لا تلعب ضد نفسك. حاولنا التغيير مرة أخرى واستعدنا التفوق، وإن كنت تلعب مباراة ملاكمة مثلا، مهما كنت بطلا للعالم ستتعرض للضغط في بعض الأوقات. منطقي الكلام ده ولا إيه رأيك؟ أنا قريت إن هو، أنا متأكد إن الناس في مصر سعيدة جدا ومش عارف بقى. تعال نكمل. اليوم لنا ركلة جزاء وهدف غينيا بيساو، اعتقد ان هناك مخالفه على المهاجم. انا متفق مع النقطه دي بصراحه، كان في كده دوسه على رجل محمد حمدي، لكن لا اريد الحديث عن التحكيم. البعض ينتقد لمجرد النقد، ولكن لا نستمع للنقد الهدام. هم لم يشرحوا ما قمنا به ضد بوركينا فاسو من الاساس حتى الان لنبدا الحديث عن لقاء غينيا بيساو. هسالك عن اللي عملناه قدام بوركينا فاسو تمام عشان ترد على النقطه دي. بيقول الكابتن حسام حسن: اليوم امتلكنا الكره ونسبه الاستحواذ رمى اللاعب خارج الارض، وضد فريق كامل من المحترفين أصحاب الأجسام القوية، منذ متى كان المنتخب يملك الاستحواذ خارج الأرض؟ على الناس أن تفهم أين كان المنتخب وأين أصبح. كم مرة وصلنا لكأس العالم؟ ومنذ متى لم نفز بأمم إفريقيا؟ وماذا قدمنا بالنسخة الأخيرة؟ بين شوطي اللقاء كنت هادئا جدا مع اللاعبين، لم أنفعل تماما لأنني كنت واثقا من العودة أولا ومستمتعا بأداء الفريق أيضا، سواء في الشوط الأول أو الثاني. أهي النقطة اللي بتكلم بيها. بالظبط. سعيد بالأداء وسعيد باللاعبين، وأنا لا أستمع لأي أحد، ورسالتي لأي شخص يشكك هي أنه يخاف من نجاح المنتخب.